ترتبط مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية قوية يغلفها التشاور المستمر في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ويلعب البلدان دورا هاما في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة كما يتم تنسيق بين مصر والسلطنة على كافة القضايا السياسية المطروحة في المحافل الدولية علاقات وطيدة لا تتأثر بأي تحول سياسي أقليمي أو دولي تلك هي العلاقات المصرية العمانية ترتبط مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية قوية فهناك تشاور وتنسيق مستمر بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية القيادة العمانية دائما ما تقدر على جميع المستويات الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة كما يتم التنسيق بين البلدين في كافه القضايا السياسيه المطروحه في المحافل الدوليه علاقات وطيده تزداد يوما بعد يوم وسط تنسيق مشترك بين زعيمي البلدين تجاه تطورات عدد من الملفات الاقليميه المختلفه ذات الاهتمام المشترك وزيارات رفيعه المستوى لوفود متبادله من الجانبين في الرابع من فبراير من عام 2018 قام الرئيس السيسي بزيارة لعمان استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد وكبار المسؤولين في السلطنة زيارة تعد هي أول زيارة للرئيس السيسي للسلطنة عقب توليه مهام منصبة حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات هذا وتستمد العلاقات المصريه العمانيه قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائيه بين البلدين وتشعبها على مختلف الاصعده حيث تقدم العلاقات بين مصر وسلطنه عمان دوما وفي مختلف المراحل والظروف نموذجا طيبا ورفيعا للعلاقات بين الاشقاء بما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقه ووضوح وحرص على كل ما يخدم السلام والاستقرار في المنطقه